نشأتها وعملت امتى؟ طب هرجع ما قبل مدرسة دولاسال. الإخوة الفرير وصلوا مصر الإسكندرية في سنة 1847، وسنة 1854 وصلوا القاهرة وأنشأوا مدرسة القديس يوسف بالخرنفش. بعدين سنة 1898 فكروا يبنوا كوليج دولاسال، وابتدوا فعلا. وكان في البداية في عدد طلاب قليل جدا، حاجة و80 طالب، وشوية بشوية المدرسة توسعت وأصبحت الآن فيها 2600 طالب. مين هم الخريجين المعززين عند حضرتك والمميزين؟ أو ممكن نقول المميزين، وطبعا في عدد كبير، هناخد أكثر اثنين. في المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق و مستشار رئيس الجمهورية أو مساعد رئيس الجمهورية، والمهندس طارق الملا اللي هو حاليا وزير البترول. طبعا في ناس تانية قدام بس انتم مش هتفتكروه، بقى خلينا على الاثنين الحاليين. معنى كلمة سيميون في دي أو علامة النجمة الموجودة على كل المدارس اللاسالية؟ هي ابتدت من مقطع في الإنجيل اللي هي النجمة اللي قادت المجوس اللي كانوا في وسط الظلام وقادتهم إلى المغارة اللي اتولد فيها يسوع المسيح. بس سان جان باتيست دو لاسال خد نفس الرمز ده على أساس النجمة قادت ناس في وسط الظلام، على إن إحنا كفرير ومربيين لاساليين المفروض يكون زي النجمة دي، بتقود الشباب والطلاب إلى نور المعرفة ونور العلم. عشان كده في كل المدارس اللاسالية هتلاقي النجمة دي. سينيو فيدي معناها علامة الإيمان، لأنه من خلال الإيمان ده وصلوا، يعني المجوس كان عندهم إيمان النجمة دي هتقودهم إلى مكان ما. فالمفروض برضو النجمة هي علامة إيمان، إنه الطالب لو عنده ثقة بالمربين بتوعه وهيوصلوه إلى نور المعرفة والتربية وكل الحاجات اللي هي منتظرها الطالب من معلمين. ايه اللي ممكن يميز المدرسة او اي مدرسة لاسالية عن المدارس التانية؟ هو دايما احنا متمسكين بثلاث كلمات، وهي الايمان والاخوة والخدمة. المفروض الطالب اللاسالي او مدرسنا متميزة انه بنخلي الطالب اولا عنده ايمان، سواء كان ايمانه المسيحي او الاسلامي. تاني حاجة الاخوة، احنا بنحاول نخليكم كلكم تعيشوا كاخوة داخل المدرسة. والخدمة دايما نفكر في المحتاجين ونطلع نخدم خارج المدرسة المحتاجين. مجدي كوزمان طالب مدرسة دولاسال الفترة من لغاية سنة 60، و بدأت أعمل في المدرسة من سنة 66 لسنة 2010. أنا بدأت عملي في المدرسة سنة 66، وعينت انسبكتور دو بتي بريمير من 67 ل 71. ومن 71 ل 75 كنت انسبكتور دو كور دو غران بريمير. وبعد كده مسكت القسم الاعدادي دو 77 ل 85. كنت ماسك الكور سكوندير، ثم عينت مدير للمدرسة من 1985 لغاية 2010، يعني لمدة 25 سنة. شوف، المدارس اللاسالية بتاعتنا مهمتها الأولانية التربية قبل التعليم، وده اللي بيميز مدارسنا عن المدارس الأخرى، اهتمامنا بالتربية قبل التعليم. ده مهم جدا، هو ده اللي بيميز المدرسة عن غيرها من المدارس. طبعا التعليم له أهميته، بدليل
النتائج العظيمة اللي بتحققها المدرسة سنويا على مستوى سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. لكن أهم من ده كله هو التربية. إحنا بنخلق إنسان، بنشكل إنسان مستقيم كويس ينفع المجتمع. لا يعني طبعا في ناس مشهورة كتير جدا كنا نعرفهم، يعني عبد المنعم القيسوني أحد خريج المدرسة، إبراهيم محلب اللي كان رئيس وزراء مصر كان خريج المدرسة، حاليا في الوزارة في طارق الملا. طارق الملا ده كان تلميذنا، اتخرج سنة 80. كل دول كانوا تلامذة المدرسة، واحنا سعداء ان احنا بنفتخر بوجودهم. وفي شخصيات عديدة غير الشخصيات دي كانوا موجودين في المدرسة لفترة طويلة. يعني انا مجدي توفيق حنا، سكرتير المدرسة، وبعتز ان انا اكون سكرتير كوليج لاسال. اتعينت في المدرسة بالتحديد في 15/5 سنة 1978، يعني بالضبط 44 سنة خدمة بالمدرسة. الحقيقة مميزات كتيرة جدا، ان المدرسة زي ما اتعلمنا من الفريرات والزمن الجميل اللي احنا بنتكلم عنه دايما، ان احنا بنغرز في الاولاد الميزات، القيم الاخلاقية والقيم الاجتماعية، وده من خلال الانشطة الكتير جدا اللي موجودة في المدرسة. اعتقد ان ده بيميز مدرستنا اكتر من اي مدرسة تاني، الاعتماد على النفس. بنعلمهم الانتماء للوطن، للأسرة، للمدرسة. بنعلمهم الأخلاق الحميدة، بحيث ان هم لما يندمجوا في المجتمع في حياتهم العملية يبقوا واعيين وفاهمين كويس جدا ان هم بيخدموا المجتمع. المدرسة خرجت ناس كتير مشهورة، هل حضرتك عاصرت حد منهم؟ هو الحقيقة انا عاصرت ناس كتيرة جدا، بس مش هقدر اقولك على اسماء لانه لو قلت اسماء ناس كتير هتزعل. لكن عايز اقول لك اطباء، استشاريين امراض، مستشارين رؤساء محاكم، محامين، ضباط قوات مسلحه، ودول بنفتخر بيهم. كمان في مجالات الخدمه العامه، ناس بتخدم خدمه عامه في المجالات كتيره جدا. وفي نفس الوقت انا عاصرت ناس من اللي اتخرجوا في المدارس، منهم 2 رؤساء وزارات زي سياده رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم محلب، حاليا سياده الوزير طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، وده الحقيقه عامل يعني مهم جدا في الوزاره الحاليه. مدرسة دولسال الفرير بالظاهر هي إحدى أقدم وأعرق المدارس اللاسالية في مصر، والتي لا تزال موجودة حتى الآن. بنيت المدرسة في عام 1898، ويوجد بها مبنى قديم هو مبنى القسم الثانوي حاليا. قد تم نقل القسم إلى المدرسة من مدرسة الخرنفش في عام 1956، وتم الاحتفال في عام 2016 على مرور 60 عاماً على تأسيس القسم الثانوي بالمدرسة، وتم الاحتفال أيضاً في عام 2018 على مرور 120 عاماً على بناء المدرسة. المدرسة هي نموذج للوحدة الوطنية تجمع بين الطلاب المسيحيين والمسلمين، وذلك يدل على عدم التفرقة أو التمييز، وتجمع بين كل طبقات المجتمع. وسيظل اسم مدرسة دولسال يسطع كالنجم في السماء. قدمت المدرسة الكثير من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع، ومنهم 8 رؤساء للوزارة، وهم إسماعيل باشا صدقي، مصطفى باشا فهمي، عبد الفتاح يحيى باشا، الدكتور عبد المنعم القيسوني، اللواء ممدوح سالم،
المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والمهندس طارق الملة وزير البترول، ومنهم أيضا ممثلين مثل كريم عبد العزيز، إدوارد، كريم قاسم. وفي النهاية نود أن نقول أننا فخورين بكوننا جزء من هذا الصرح العظيم، لسالي وأفتخر. أنا اسمي أشرف زخاري، خريج المدرسة سنة 1983، خريج كلية هندسة قسم كهرباء حاسبات اللي هي كمبيوتر يعني، وابتديت في المدرسة من سنة 1990، بقالي مدير للقسم من سنة 2015، وقبلها من سنة 2004 لغاية 2015 كنت وكيل القسم، وفي منهم سنتين 2010 ل 2012 كنت بالإضافة لكنت إن أنا كنت وكيل القسم كنت بشرف على قسم الباك أول ما ابتدى خالص في سنة 2010 مع دكتور جون ميشيل. هل حضرتك تعلمت حاجة من وجودك في المدرسة؟ طبعا اتعلمت كتير، تعلمت ان انا ابقى ملتزم جدا، وخصوصا لما كنت صغير في المدرسة كانوا بيشرفوا علينا فرات، فكان الموضوع الالتزام ده موضوع اساسي جدا وصعب جدا. تعلمنا حب الناس وازاي ما نفرقش ما بين حد والتاني، ونحب الغير ونسمع له، وتعلمنا الاخوة، اهم حاجة الاخوة، الاخوة في الدين، في الانسانية، كل حاجة. القسم الإعدادي أنا بقالي 5 سنين، دي 5 سنة ليا مدير القسم الإعدادي، بس في نفس الوقت أنا كنت وكيلة القسم السنوي لمدة 7 سنين، وكنت مدرس أول 18 سنة في القسم الابتدائي الكبير، و4 سنين مدرس أول لغة فرنسية للقسم السنوي، يعني 18 سنة مدرس أول لغة فرنسية جران بريمير، 4 سنين برومي متر فرنسي للسكوندير، 5 سنين إعدادي، و7 سنين وكيل القسم السنوي. المدرسة خرجت ناس كتير مشهورة، هل حضرتك درست لحد منهم؟ طبعا أكيد درست الناس كتير جدا، طبعا أنا يعني مش حافظة كل، بس أنا اللي أقدر أقول عليهم في دكتور عمر الفاروق أكيد بتسمعوا عنه، أستاذ جراحة العظام، في محمد عاطف على درجة سفير في وزارة الخارجية، في هشام فودة مدير مكتب مساعد وزير الداخلية، في كمان دكتور رامي نخلة أستاذ جراحة التجميل المعروف، في طلبة كتير جدا 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 لا تحصى، أكيد الفترة الزمنية اللي أنا اشتغلت فيها هنا اتخرجوا كتير من تحت إيدينا، مش أنا بس، من تحت إيد ناس كتير هنا، هو كلهم ناس لا غبار عليهم، وكلهم ناس ليهم
مكانتهم في المدرسة، وأكيد اللي تخرجوا من تحت إيدهم أكيد ليهم مكانتهم في الدولة. أنا اسمي بيير، خريج المدرسة، مهندس معماري، تخرجت من كلية هندسة قسم عمارة، وحالياً بشتغل مدرس فيزيك في قسم ثانوي، وفي نفس الوقت مدير لقسم ابتدائي كبير. بصراحة بداية الكارير بتاعي في المدرسة متأخر شوية، لأن أنا اشتغلت فترة كمهندس كنت بحب شغلي، وبعد كده الظروف شاءت إن الدنيا تتغير وجيت المدرسة سنة 2012، يعني تقريبا داخل على 10 سنين. اوكي، أنا بقالي مدير للقسم 5 سنين، بديت من 2017، وأول قسم أمسكه كإدارة هو قسم ابتدائي كبير اللي أنا لسه موجود فيه حاليا. يعني أنا أول قسم مسكته كإدارة هو ابتدائي كبير، وتقريبا من 5 سنين، أو هو من 5 سنين فعلا. إيه اللي ممكن يميز مدرسة لاسال أو أي مدرسة لاسالية عن المدارس التانية؟ طيب، أولا دولاسال بالنسبة لنا، وأعتقد ناس كتير زي خريجين المدرسة، لا حاجة كبيرة قوي جوانا، مش مجرد مدرسة رحناها. إحنا لما بنقعد مع ناس بره، ولما اختلطنا بالجامعة، صحابنا بتوع الجامعة استغربوا إن كل بتوع دولاسال متماسكين قوي ببعض، مع إن هم كانوا في مدارس بيعتبروا المدرسة دي مرحلة وخلصت، فبيستغربوا إن إحنا متماسكين، بيستغربوا إن إحنا في بينا باندج جامدة جدا، ودايما فكرنا شبه بعض، ولغاية دلوقتي بنقابل بعض. هو الأكتر من كده، مش بس دولاسال بتميز بإيه، إحنا لما اتربينا هنا اتربينا يبقى عندنا رأي، يبقى عندنا فكر، نبقى مختلفين، نبقى أقوياء، نبقى ناجحين. واحنا صغيرين ما بيعلمونا وبيزعقوا فينا، لما كبرنا لقينا ان في كل جامعه بنخشها انا مختلف عن صحابي بتوع الجامعه، وصاحبي اللي كان معايا في المدرسه وراح جامعه تانية برضه طالع الاول او مختلف. حاليا في الاشغال كل صحابي اللي عنده مصنع واللي عنده شركه واللي عنده مش عارف ايه اختلفنا جدا. هو كل ده راجع بسبب ايه؟ ان احنا اصلا اتربينا في المدرسه بشكل مختلف، اتربينا يبقى عندنا قرار، ربنا يبقى عندنا رأي، ربنا نبقى ناجحين ايا كان الوضع، ربنا نضغط. فكولاج دولاسال لما تسمع من اي خريج هتلاقيه هي حاجه عايشه جواه، وحاجه نفسه ان هي دايما تبقى كبيره، ودايما فخور جدا بمدرسته. لو سمعت عن انترفيو، لو واحد راح انترفيو في شركه تلاقيه على طول اللي بيعمل معاه الانترفيو اول لما يسمع هو كولاج دولاسال لا بيبص له بصه مختلفه، عارف ان هناك اتربى بشكل تاني، عارف ان الراجل ده عنده فكر. فانا بشوف ان المدرسة دي عملت لنا حاجات كتير جدا، واللي شفناه هنا واللي اتربينا فيه هنا فعلا ملوش تمن، لان احنا لما تطلعوا برا هتلاقوا قيم كتير جدا انت خدتها هنا هوت، وهتفرق معاك في المجتمع برا. انا اسمي منال يوسف، خريجة اداب فرنسي، واول ما اتخرجت من الكلية جيت على طول على كولاج لاسال، عملت الاول الخدمه الاجتماعيه بتاعتي هنا، واستمريت بقى من يومها، يعني جيت على اساس اعمل الخدمه الاجتماعيه، ومن يومها مستمره لحد يومنا هذا في كولاج لاسال. انا حضرت طبعا بما اني 36 سنه في المدرسه، فحضرت احداث كتير جدا مميزه، وليا الشرف ان انا حضرتها. من الحاجات المميزه دي طبعا زياره رئيس العام للرهبنه السابق فرير ألفارو، حضرت زيارته، وحضرت برضو زيارة الرئيس العام للرهبنة الحالي فرير روبرت شيلر، حضرت برضو الزيارة بتاعته، حضرت الاحتفال بمئوية المدرسة، حضرت الاحتفال بال 120 سنة للمدرسة، حضرت الاحتفال ب 60 سنة على مبنى الثانوي، حضرت كمان الاحتفال بتاع 300 سنة على وجود الرهبنة اللاسلية في العالم كله، حضرت كمان زيارة كان وزير التعليم السابق محمود أبو النصر جه مرة المدرسة، حضرت طبعا زيارة المهندس إبراهيم محلب لما كان مستشار سيادة الرئيس، حضرت الزيارة بتاعته. طبعا هو أكيد هو لسالي وبيحضر أحيانا اجتماعات مجلس الأمناء وبيكون موجود معنا، بس هو لما كان مستشار السيد الرئيس هو جه برضه زار المدرسة زيارة رسمية. زيارة الوزير طارق الملا وزير البترول للمدرسة، كان في أحداث كتير حضرتها، هي دي الأحداث المميزة اللي أنا فاكراها. وبرضه كمان حضرت زيارة
سفير فرنسا للمدرسة، وحضرت برضو الاحتفال بتاع المدرسة لاستلام جائزة جودة التعليم تبع الحكومة الفرنسية. أحداث كتير مميزة. هقول لك، أنا تعينت سنة 81، لكن التعيين ده كان قبليها كنت في الجامعة، طالب في الجامعة، فطلبوني أدرس هنا، أدرس حاجتين، مدرس رسم في إعدادي وقدرات لتالتة ثانوي. قدرات يعني إيه؟ اللي بيدخلنا فنون جميلة وبيدخلنا الحاجات الفنية. لكن التعيين كان 1981 بعد الجيش وبعد الجامعة. وبص، أنا سنة 81 اتعينت كمدرس في قسم الابتدائي، كنت بدي مات والسيونس، وفي الإعدادي كنت بدي مات. سنة 82 اتعينت وكيل للقسم الإعدادي، وقعدت بقى وكيل دي بقى سنين يعني كبيرة أوي، لغاية ما طلعت يعني على طول ما سبتهاش. وبعد كده طلعت بقى من حوالي 5 سنين تقريبا ثانوي، فبقيت وكيل قسم الثانوي. اتعلمت حاجة مهمة جدا، هحكي لك حكاية صغيرة أوي تقول لك أنا اتعلمت إيه. لما كنت في إعدادي كانت فكرة إن أنا بقى فرير مسيطرة عليا تماما، إنه كان حياتي كلها فريرات، اللي بيدرسني عربي فرير، فرنساوي فرير، وكل حاجة فريرات، حواليك في كل حتة فريرات، أنشطة فريرات. إحنا كنا بنخلص مدرسة الساعة 2:30 تقريبا، كنا بنطلع فوق في القسم الابتدائي الصغير اللي هو حاليا يعني الدور الثالث. المكان ده كان اسمه ترافو براتيك. ترافو براتيك يعني أعمال يدوية. كنا بنعمل أركات، أباجورات، تماثيل، نحت، موسيقى، أقنعة، لبس المسرح، كل ده كنا بنقعد نشتغل فيه لحد الساعة 6. من عيشتنا مع الفرير، في ناس مننا كانوا نفسهم يبقوا فرير، وأنا كنت من الناس دي عايز أعمل فرير يعني. وكنت ماشي في السكة دي كويس يعني قوي، وقررت كده خلاص في إعدادي. لكن حصلت ظروف عائلية يعني اضطريت إننا كلنا أنا وإخواتي يعني كده نشتغل. فكنت برسم للمطابع رسومات واكسو عشان أجيب مصروف يعني. وحصل لي يعني نوع من الزعل، الإحباط يعني. ففي فرير من الفريرات دول حس باللي أنا الموضوع اللي حصل، وكان عارف إن أنا عايز أبقى فرير. فقال لي جملة هي يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي قعد معايا النهاردة. قال لي مش شرط تبقى فرير باللبس، مش شرط تبقى فرير بإنك تعيش معانا، لكن ممكن تبقى فرير بأعمالك وبقلبك. دول الكلمتين اللي قالهم لي الحقيقة. قال لي خلص وتعالى اشتغل في مدرسة وعيش الفرير من جواك. ودي يعني أحلى حاجة وأحسن حاجة حصلت لي في حياتي يعني، والرسالة الوحيدة اللي احنا ماشيين بيها. أنا عادل حسب الله عبد العظيم، مدرس لغة عربية وتربية دينية إسلامية بالقسم الإعدادي. بقالي هنا دلوقتي من 1992. عندي 3 سنين قبل كده في مدارس خارجية، يعني بدرس من أول 89. بس استمرت هنا في المدرسة من ساعتها. ما اشتغلت بعض الأوقات في مدرسة باب اللوق، اشتغلت في مدرسة دليفران في السنتان لما كان بيبقى فيه عجز في بعض المدارس، كان بروح ساعات أسد هذا العجز. هل حضرتك فخور بأنك جزء من كيان مدرسة دليفران؟ ومين ما يكونش فخور؟ يكفي إن أنت في صرح من أعظم الأماكن اللي فيها تعليم في مصر، النظام والدقة، ونتعلم حاجات منها كتير قوي في حياتنا. أنا فخور إن أنا بقالي دلوقتي زمن، أنا دلوقتي بقالي حوالي داخل على 31 سنة، وأتمنى إن أنا أفضل فيها لغاية آخر يوم في حياتي يعني، لأن أنا اتعلمت منها وليها فضل عظيم عليا وفضل كبير جدا جدا. أنا فخور بيها، وأتمنى إن أنا أكون يعني علمت حاجة أو طلعت أجيال حلوة منكم يعني. أنا بقالي في المدرسة من سنة 81 بدرس فرنسي، كنت ابتدائي وبعدين إعدادي، فرنسي نيفو إليفي، مستوى رفيع. في مناسبات جميلة جدا هنقولها باختصار،
مناسبة أول حاجة حفلة الكريسماس بتاعة نويل اللي فرير جورج بيعملها لنا في شهر ديسمبر دايما. عندنا كمان حفلة الإفطار المدرسين بتاعة شهر رمضان. عندنا تكريم المتفوقين والخارجين بتوع كل سنة، وحفلة إنشاء القسم السنوي لما أتم 50 سنة، كان سنة 2006 و60 سنة 2016. وفي مناسبات تانية طبعا جميلة جدا، بس دول أهم المناسبات اللي ممكن نذكرها. يوحنا دولاسال هو راهب فرنسي ولد في مدينة ريمس بفرنسا في 30 إبريل عام 1651. أسس رهبانية أخوة المدارس المسيحية أو المدارس اللاسالية، وهو من أوائل الناس الذين كانوا يقومون بمساعدة الفقراء وتعليمهم أيضا ليفهموا الحياة وما فيها. ثم استكمل الرهبان فكرته وحبه في العطاء ونشروا التعليم للفقراء بالمجان، لأن في هذا الوقت كان التعليم يقتصر على الأغنياء وأبناء الطبقة الحاكمة فقط. وتنيح في سلام في 7 إبريل عام 1719، وتم الاحتفال في عام 2019 في كل المدارس اللاسالية بمرور 300 عام على نياحة القديس يوحنا دولاسال. أنا اسمي مايكل عزيز، خريج كلية صيدلة دفعة 2001، متزوج وعندي بنتين. أنا اتخرجت من كوليج دولاسال 1996، إحنا كنا الدفعة 40، وأنا فاكر كويس قوي إن إحنا اتخرجنا في المسرح ده، يعني حفلة تخرجنا كانت في المسرح ده، كانش فيه البروم بتاع اليومين دول والحاجات دي، كانت حفلة تخرج المدرسة هي الحفلة الأساسية يعني. كانت دايما بتبقى في شهر 11 في السنة اللي بعديها، يعني كنا في الكلية، كانت يوم جمعة، وكان الكلام ده في نوفمبر تقريبا 1996. كانوا بيقسمونا مش بس على أساس إحنا جايبين كام في ثانوية عامة، كانت المدرسة مش بس بتهتم إن إحنا نبقى متفوقين دراسيا، كانت المدرسة كمان بتهتم إن إحنا نبقى ملتزمين. فكانت جزء من البروموسيون بتاعتنا ازاي نترتب، يعني نرتبه من الاول على الدفعه لغايه الاخر، جزء منها نتيجه ثانويه عامه، وجزء منها التزامك في الحضور في المدرسه، كام يوم غياب. احنا على ايامنا ما كناش بنغيب خالص ايام ثانوي لغايه ثالثه ثانوي. وجزء منها كمان كان انه السلوك العام، كانت الدرجه بتتحط، يعني الترتيب بتاع الواحد بيتحط على اساس الثلاث حاجات دول، درجتك في الثانويه العامه جايب كام، ونسبه حضورك للايام الدراسيه قد ايه، وسلوكك اخباره ايه. فانا فاكر ان انا كنت طالع ال 12 على ال، كانوا بيلبسونا ريبون بلو كده، وكنا بناخد البري بتاع ان احنا خلصنا المدرسه، الميداليه بتاعه المدرسه، و ولو كان في واحد بريمي بتاع ماتيير كان بياخد برضو زي علبة كده قطيفة حمراء لسه محتفظ بيها. أنا كنت البريمي بتاع المدرسة في البيولوجي. وحشاك من أيام المدرسة ونفسك تتعلم؟ أكتر حاجة كان وحشاني حاليا يعني مدرسيني اللي ربوني في المدرسة، هما يعني هما الناس دي ممكن تكون سبقتنا وسافرت للسماء يعني، بس الناس دي كتير أثرت فينا وأثرت في كل واحد فينا. تلاقوا تسمعوا الكلام ده من المدرسين كتير، وأنا شخصيا يعني كان ليهم فضل في توجيه اتجاه حياتي، يعني إن أنا أخش الكلية الفلانية ديت أو أخش كلية صيدلة، ده كان بسبب حد من المدرسين هنا. ففي مدرسين كتير أثروا فينا. وقفة الران كانت مأثرة فيا جدا، كنت بحبها جدا. إنك تبقى مش انت المسؤول، انه حد يبقى مسؤول عنك، دي احساس كان جميل، كان ايام مدرسه.
أنا اسمي ريمون إدوار يواكيم، بروفيسور دو فرونسي، لسالي الجنسية. وكلمة لسالي الجنسية دي علشان إحنا كاتر جينيراسيون في المدرسة هنا، يعني جدي كان لاساليان ووالدي وأنا حاليا وأنا وحاليا ولادي كمان لاساليان برضو في المدرسة. أنا أذكر اسم مدرس أو مدرسين ده صعب جدا، لأن كل واحد فيهم علم فينا، كل مدرس أثر في كل طالب بطريقة أو بشكل ما. أنا مدرسين كتير جدا أثروا فيا في تكوين شخصيتي، فأنا ما أقدرش أساهم، وفي نفس الوقت مش هقدر أذكر كل أسامي المدرسين لأن هم كتير جدا، من أول بتي بريمير لغايه جراند بريمير لغايه كل المراحل السنيه، يعني كل المراحل العمريه كانت في المدرسه ليها مدرسين معينين اثروا فيا. انا اسمي مينا نبيل انجلو. في ناس كتير ما تعرفش النبيل اللي في النص دي، كله يعرف مينا انجلو. وانا خريج مدرسه وخريج كليه هندسه، وبعد كده جيت اشتغلت مدرس مات هنا في المدرسه. اتخرجت سنه 2006 وفاكر اليوم ده كويس جدا. واليوم ده يعني الناس اللي بتحب المدرسه، واحنا اكيد كلنا بنحب المدرسه، بيعيطوا اليوم ده لانه هم بيبقوا ماشيين خلاص من المدرسه، ويوم مؤثر جدا. تعلمت ايه من وجودك في المدرسه زمان؟ اتعلمت حاجات كتير. اتعلمت ان انا احترم الناس، اتعلمت ان انا احترم المدرسين، اتعلمت انه في اسبري لاساليان، وان في ناس كتير انت معاهم في كوميونيتي اللي هو المدارس لاساليان، بتختلف عن ناس كتير في الشارع، وبتبقى مميز ان انت خريج مدرسه فرنسي، والناس لما بتشوفك بتعرفك كويس ان انت مميز خريج مدارس الفرير. ايه اكتر حاجه وحشاك من ايام المدرسه ونفسك تتعاد؟ وحشاني قعده الفصل وصحابي اللي انا كنت بقعد معاهم في الفصل، وايام حلوه كتير وهزار وضحك. واكيد لانه انا بالذات انا حتى استخدمت الفرنسي بتاعي لان انا مدرس مادة الفرنسي، واكيد فرق معايا ان انا اكون مدرس كويس، ان انا اتعاملت مع طلبه انا اصلا كنت في مكانهم في البيرو في يوم من الايام. اسمي بشوي مجدي، انا انسين الاف كولاج دو لاسال. تخرجت سنة 2005، بعد كده دخلت ايكونومي سيونس بوليتيك، دخلتها فرنسي طبعا عشان حياتي كلها كانت فرنسي. وتخرجت سنة 2010، ومن 2010 لغاية دلوقتي شغال في بنك اتش اس بي سي. في مجال العمل هل فرق مع حضرتك انك خريج مدرسة دوراسال ولا لا؟ طبعا هو فرق معايا في مجال العمل جدا خريج مدرسة دوراسال، لان دايما خريج مدرسة دوراسال بيبقى مميز عن اي حد تاني، بالذات خارجين المدارس اللاساليان بيبقوا ناس متميزين جدا، عندهم قدر عالي من الالتزام والانضباط والاحترام، بيحترموا نفسهم قبل ما يحترموا الاخرين، بيبان جدا في طريقه تعاملهم مع الناس، بيبقوا دايما متميزين باسلوبهم وطريقه تربيتهم. اكتر حاجه مهمه يعني التربيه فعلا، هي اكتر حاجه بتبان. Yeah.
نشوف أولادنا بتكبر قدامنا وتعمل مستقبلها وبعدينا تكمل. نشوف أولادنا بتكبر قدامنا وتعمل مستقبلها وبعدينا تكمل.